مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس تحرير صحيفه وجهات نظر السيد مصطفى كامل. اهلا بكم سيد مصطفى. بدايه، انباء عن اشراف مسؤولين ايرانيين على اجتماع تحالف الفتح الانتخابي ببغداد، كيف ترى تدخل ايران في الحياه السياسيه العراقيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احييك واحيي مشاهديك الكرام. حقيقه هذه الانباء حول ترأس قائد قوات التعبئه الشعبيه الايرانيه البسيج اجتماع تحالف الميليشيات في العراق معززة بالصور، وبالتالي لا يمكن إنكارها من قبل من يريد أن يدافع عن هذه الميليشيات. إيران تتدخل في كل مفاصل الحياة في العراق، ليس في العمل السياسي فقط، وإنما في العمل الأمني والعسكري وفي كل والحكومي والإداري والبرلماني وفي كل مناحي الحياة. طيب، برأيك ما الذي قد يؤثره هذا الاجتماع بحضور إيران، بحضور قيادات كبار قيادات إيران للانتخابات القادمة؟ ما الذي قد ينعكس على الساحة السياسية العراقية؟ يعني هذا الاجتماع وما سبقه وما سيليه هو جزء من وضع اللمسات على تقسيم الحصص في مقاعد البرلمان القادم من جهة، ثم تقسيم الحصص في الوزارات، في الوزارة يعني المناصب الوزارية في الوزارة القادمة التي يتوقع أن تكون لحيدر العبادي بشكل كبير، رغم أن هناك تنافس من هادي العامري وغيره على هذا المنصب الأول في السلطة، ولكن يتوقع أن يكون لحيدر العبادي. حيدر العبادي شخص مرضي عنه من قبل إيران ومن قبل بريطانيا ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الدول الداعمة في الإقليم أيضا. سيد مصطفى، النائب رحيم الدراجي وصف السياسيين الحاليين برجال أزمة وطائفية وليسوا رجال دولة. حقيقة هناك من يعترض علي أنا شخصيا عندما أقول كلمة رجال دولة أو ما إلى ذلك. عموما، إلى أي مدى توافق على هذا الوصف للسياسيين العراقيين؟ هم هؤلاء الذين جاءوا إلى العراق والذين جمعتهم أمريكا وإيران من شتى المنافي ومن الحواري النتنة، هم حقيقة ليسوا رجالا بمعنى الرجولة، ولكن هم عناصر لصنع أزمات دائمة. هم لا يملكون إلا صنع أزمات حتى يبقوا على صدارة المشهد في العراق، وإلا يعني قل لي بربك هل قاموا بمنجز يقدمونه للشعب العراقي لذا يعني كدليل أو داعم لترشيحهم مرة أخرى؟ هم ليس لديهم إلا إثارة الفتن الطائفية، القتل، التدمير، السرقة، الاختلاسات، التزوير، وهذا حاصل على بدى 15 سنة، يعني معزز بآلاف الأمثلة لكل في كل مناحي الحياة، وبالتالي صناعة الأزمة بطريقة غبية حقيقة وتدميرية هي فن يجيده هؤلاء ويجيده من وضعهم في هذه المناصب أصلا. هم جاءوا أصلا لتدمير العراق وسرقته وقتل شعبه، وهم ينفذون هذا المخطط التدميري بشكل كامل. السيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أنا أشكرك شكرا جزيلا.